الان اور اوت ان اور اوت ان اور اوت. وبعد ما حضرنا الحقيقه وبدينا في التحضيرات البرنامج نتاع اليوم، العنوان اللي فرض روحه اليوم علينا وما نجمو كان نبداو به يا جماعه، رفع علم دوله اجنبيه في على واجهه اداره من ادارات شركه السكك الحديديه، علم تركيا يا جماعة اليوم يرفرف في فوق إدارة شركة السكك الحديدية. احنا قلنا زعما صحيح زعما غلط، مشينا نلقاو العلم متاع تونس موجود، قلنا مشيش احنا غلطين، مشيش فما فوتوشوب فما غيره، إلى أن قدمت الإدارة العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اعتذارها البليغ في بيان عن الخطأ المتعلق بالراية المرفوعة على أحد مباني إداراتها الراجع عليها بالنظر. وأضافت قالت في البيان، في إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، اقتنت الشركة مجموعة منها، لكن عند تسلم الطلبية تسرب عن طريق الخطأ علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس، ولم يقع التفطن إلى ذلك إلا بعد رفعه اليوم فوق بناية مصالح الإدارة المركزية للملك الحديدي بتونس، وقد تم التدخل على الفور واستبدال العلم مباشرة بالراية الوطنية. وقالت بأن الإدارة بإذن وزير النقل تولت فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحادثة لتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض. دكتور وضب عذر أقبح من ذنب، معناتها شوف هذا يقولوا الفرنسيس سي سكوندالو سي تان سكوندال، معناتها عيب 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 نغلطوا في درابو بلادنا. توا أنا نحب نسأل اسكو شمينو أول مرة تبدل درابو تونس فوق بنية نتاعها تبعتها المكلف اللي مستنسي كونش إذا كان استاجير، وحتى استاجير يمكن يغلطش به، وهالدرابو نتاع الدولة الشقيقة اللي يشبه هو يشبه، أما رأي ماش كيفية في الحكاية، النجمة والهلال ما همش فرد لون، معناتها درابو تركيا النجمة والهلال بيض ونحن النجمة والهلال أحمر في دورة بيضة، معناتها هذا ما تنجمش تغلط فيهم هذا، معناتها كونش اذا كان تبدا من مدغشقر ولا من المانيا ولا من بلاصه اخرى باش تفي اون كونفيزيون ما بين زوز درابات، ما تكون تونسي تغلط في درابو بلادك راهو مشكله. به الوزاره قالت تتابع اي شنو باش تعمل له اللي غلط، طيب شنو التتابعات اللي داري وشنو باش يصير، معناتها غلطه كما هذه راهو ماهاش بال يلزمها السهوله والاستسهال، لا معناتها ما يلزمش تدخل في خانه العقوبات الكلاسيكيه، غلطه كما هذه الدرابو راهو ما نلعبوش به، درابو فمات عباد ماتت عليه، فما رجال قاعده تدافع على الدرابو هذا شد الحدود ومصيبه عائلاتها، ما يجيش سامحني في الكلمه عبد ما نحبش نوصفه يحط الدرابو غلط، وانا ها نقول لك ومتاكد اللي معموله بالعاني ماهيش غلط. قديش الفيديو اللي قاعدين نشوفوا فيها تقول متاكد معموله متأكد بالعاني ماهيش اللي حط الدراب وعملها بالعاني صحيح. كابتن في نفس السياق شو التحقيق تاع شنو؟ والله ماني شيء يضحك تحقق يعني شكون؟ ناس الكل ديزاماتير شو تحقق؟ فيش تحقق؟ اولا شو يقول لك قبيله نسمع في الماء تسرب عن طريق الخطأ، انت وينك سيدي تسرب اول مره عن طريق الخطأ ووضعه حتى حد ما شافه للبي دي جي للناس وضعه عن طريق الخطأ زادة اي ليه من تسرب المياه اللي ما شافهاش الوالي الى تسرب الواحد كذا باهي، هذا من ناحيه. انا بالنسبه لي انا هذايا ماني فدينا من التحقيقات وعمره ما فما نتيجه. ثانيا هي مش خطأ سي با اون فوت، هي خطيئه في حق العلم التونسي، العلم المفدل يرمز الى السياده، يرمز الى التونسة، اللي يرمز الى كما اقتحنا جيت ونشوف الى الهويه نتاعنا. اول رمز لهذا البلد المقدس هو العلم المفدى، وكل نفاق والله يسمعنا النشيد الوطني والعلم المفدى ونعشو يكذبوا عليكم. برا شوفوا العلامات فوق الواحد كلهم مقطعين، وعلامات اللوتا فما واحد الكروات توفى خاطر حب يهز علم من التاريخ. هذا من ناحيه. وقت نجي نشوف انا نلقى اللي هو ما يعرفش معناتها العلم، ومش هو بركه الناس الكل جاوا نقول لك سيدي فهمتني الناس الكل باهي خويا العزيز العلم باش يتعلموا هذوما المديرين والرواح، العلم يرمز للسياده، العلم يا ناس راي تونس رائده في كل شيء،
تونس أول بلد عربي اللي عمل العالم 1827 قرار من البي إنشاء علم البي حسين الثاني به. وحاجة أخرى كان الأحمر هذاك شنو الأحمر؟ دم الشهداء. بارك الله فيك. والأبيض قلوب صفاء السلم والنجمة قواعد خمسة خمسة والهلال معنيها كل فيه العلم هذا كل ما شفتوش نمشي زيد نمشي 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 به نمشي وسيد تونس رائدة في كل شيء بون هذا معايا في الآخر مش نختم به. تونس رائدة في كل شيء. أول بلاد ما قبلتش عقيدة الوهابية معناها من طرف الوهابية هي تونس محمودة باشا بي. أول بلاد باش نعلمهم شوية يعرفوا البلاد هذه شنو هو. أول بلاد اللي أسست يونيكول ميليتير ويكول بوليتكنيك في باردو 1837 هي تونس. أول بلاد اللي إلغاء الإسكلافاج العبودية عام 1846 من طرف أحمد الأول هي تونس. أول بلاد عملت في البلاد العربية دستور 1861 لا كونستيتيسيون هذا دستور. وأول بلاد عملت درابو درابو اللي هما مش عاطينه قيمة ما يعرفوهش معناه هما يخدموا في اسطنبول توا ما يخدموش في تونس ما والله مش ما فهمت من القلوب البيض الى الدرابو نتاع 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 تركيا. اول قلت درابو كري 1827 هذه كما قلت واختم هو السياده هو كذا. ولكن كما عرفنا ولا الاصل التجاري والفوند كوميرس بالدرابو بالشو الاخرى بالوطنيه بالنش... كله كذب بالمصلحه الوطنيه كله كذب. ميكرو يا كابتن الكل كذب. اللي حط درابو تركيا ما هوش تونس. بابي كان جيت في تركيا هذي والله كان جيت فما مؤسسة تركية طلع فوقها العلم التونسي. راكم شفتوا الرؤوس اللي قطعت قبل ما يهبط العلم يطير راس المسؤول قبل ما يهبط العلم ويبان سماح معمولة بالعاني ما ينجمش انتوكا الكوميونيتي الكل يقولوا رانا احنا مع الدكتور كيقول معمولة بالعاني معمولة بالعاني مش معقول مش معقول يا مدام مش معقول ما تنجمش تكون سهو هذا لا مش معقول. جيتكم مراد و انا شنو نقول هدى بسرعة لطفي معناك تقول لي انت درابو نتاع بلد يمسمي دي هما زوج ضربات اللي شابوا لبعض ما احنا وترك بلد مشابه بلد مشابه وندرى شنو هو ضرب ضربوا تركي هذه الاولى. الثانيه هما ما يجيبون في كراذ تو اللي جبد من الكرذون واللي مد اللي طلع في الصراف اللي حط هذوما الكل والخدامه هما مروحين شفتوا راجعين 7000 خدام معناها طلعوا شروسهم فهمت كيما حكينا البارح قالوا بيدخل الغايه معناها في السطوحات ما شاف حد من جيران لكن السيد صور الفيديو وهبطها ولا ما خرجتش الحكايه اي تقعد اتعس والادهى انه راه فما مواطن وقداش من دراب وسمحني بالله كابتن تشوف حتى الدراب مقطع مريش تروف يا اخي يا اخي للدرجه هذه درابه ما عندوش قيمه. ناس ماتت عليه وناس في الحدود مقابله صدوراتها الكرتوش وانت جيت بتخسر علينا حتى كومينيكي يا خويا انا مانيش مسامح كلمه جوست باش نعطيهم بالك شي فكره يكملوا توضوها مضاد وهدى بالله منين جابوه درابو تركي منين قالك تسرب سهوا كيفاش تسرب سهوا شكون شكون خيطو شكون كيفاش باش يعمل في وسط الدرابوات باش يعمل في وسط الدرابوات تونس تحديهم درابوات تونس تخيط معها درابو تركيا اي هكا معناها باش نوليو هذاك علاش قلت لك سماح هذه راهو جريمه في حق الدوله التونسيه جريمه في حق الوطن جريمه في حق الدرابو التونسي. انا قلت خطيئه وقت اللي تشوفوا يا سماح اللي الكرياسيون تاع شركه لاسان سي اف تي من عام 1956 ادخلوا على ويكيبيديا تو تلقاو الدرابو نتاع تونس موجود. يعني درا السيد هذايا اللي مشى علق درابو ما شافوش في الويكيبيديا ما شافش معناها الدرابو نتاعنا قداش وقداش باش نقعدوا نصوروا احنا في الدرابوات نتاع تونس قداش باش نقعدوا نصوروا احنا في المشاكل اللي موجوده في تونس وقداش باش نقعدوا نوريو للعباد اذا كانوا انتم كمسؤولين ما كومش قاعدين معناها تقوموا بالعمل نتاعكم فلترحلوا ارحلوا فلترحلوا ارحلوا اي المهم غير مأسوفي عليك مومو هي الموم هدى والله انا حبيت نبعد على نظريه مؤامره وحبيت ناخذها من انجل اخر الحكايه ونقول موظف ما خدمش خدمته الفورنيسور جاب له العلامات وهو وزعهم ومشى على روحه اما وقت اللي سليم تو قال
علم تركيا ش يعمل في وسط. حتى عند الفورنيسور ش يعمل. أنا نقول زادة حاجة أخرى سماح قبل ما نرجع للموظف التونسي سامحوني نحب نقول اللي المفروض كي تشوف العالم تونس راه قلبك يخفق يدق تفيق بيه اللي عالم تونس كي يبدأ مش العالم متاعك راك تفيق بيه صحيح معناها حاجة فما رفلاكس حاجة في داخلنا المفروض معناها خاطرنا احنا متشبعين نجم نكونوا فم برشا حاجات مضيعينها اما الاكيد انا متشبعين بالعالم الاكيد اكيد اني تونس معناها العالم يعني لنا تونس ومحليها الهبة ذي تاع تونس الموظف التونسي الموظف التونسي راه معناها قديش من زلة يا اخي هما دو بوا دارشيف ما فقش بيه بي كيف بعضها ما فقش بيه ما مش أول مرة قديش من زلة قديش من زلة قديش من زلة هذه كما قلت أنت فاق بها مواطن فما برشا حاجات أخرين راهم أداو الكوارث كسوا في حق المؤسسة كسوا في حق البلاد كسوا في حق المواطن كسوا في حق حتى موظفين اللي تابعين للمؤسسة على خاطر الموظف يتعامل برشا لمبالات مع الواجب متاعه وتوا حتى كيف تقول انت محليها الهبه جوستمون تاع الكوميونيتي الناس الكل بسام يقول مدير الاداره يتحمل المسؤوليه بالنسبه لرجاء تقول راهو نحبوا نعرفوا منين جاي وتقول الموظفين الكل يطيروا كان جات في اي بلاد اخرى ما بالكش الكماندا تعملت على ضرب ويت تاع تركيا احنا ما نعرفوش احنا ما في بالناش وحاجه اخرى يا اخي الموظفين هذوما حيوش العلم في المكتب واللي سي قبل ما يوليو موظفين معناها هما قراو في تركيا هذوما يمكن قراو في تركيا فكرك سميح اللي مش اول مره العلم والعلم مو غطاوه وجاء سيد الرئيس في البيسين وكذا وقوم خايفين من شكون خايفين من السي او سي او وقت الكوميتي انترناسيونال اولمبيك وسينو ما تشاركوش جا نحام شو اللي صار ما صار شيء يعني اول اللي العالم السلفي اللي طلع في الفاكولتي وطلعتك الاستاذه هذيك وخلاص الاستاذه مش استاذه بعد اللي كرواس مديري حاجه كيما هكا وبارك الله فيها فهمتي ولا وهي الوحيده هي الوحيده مراه طلعت فمزيديون طلعت وحطت العلم التونسي دونك انا ما نحبش ندخل في الشعبويه ولكن الاعتذار مرفوض وان يلزم في تونس فما ثقافه جديده اللي هي ان المساءله مربوطه بالمسؤوليه يعيشكم مساءله شو تقول انت تحقيق ناس كل ارحلوا ناس كل يعملوا غلط كلكم سيتيون فوت معناها كولكتيف حسب الكابتن الناس كل بيت في الجرجاني كلها اذا كان ربي يحفظ العالم التونسي امين يا رب خاطر كان خلطنا الاغلاط كيف هذيا وكان تستناو في تونسي من التوانسه باش يسامحكم ماهوش باش يسامحوكم حتى تونسي تعرفوا اللي شركه وطنيه شركه الوطنيه تغلط في درب وبلادها شنو تغلط في الهويه نتاعك تغلط في الهويه نتاعك تونس تغلط فيها تحيا تونس لو فون فوالا سي 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 تحيا تونس تحيا تونس كفان هذيك كفان انا كفان مازال في إنور أوت الفيديو هذية أكثر فيديو تراند اليوم فما فيديو قبلها كيف كيف تراند فيديو بتاع براكاج براكاج في القايلة في النهار السيد صورته كاميرا وهو يبراكي في تليفون السيد هذي يظهر لي وقفوها مش ناخذوا الأخبار صحيحة من عند مراد بما أنه راه كل البراكاجات الكل عند مراد سناي الحمد لله عليك كان يبراكي هو البراكاجات الكل عند مراد جبنا الأخبار والأرقام وكل ما يخص البراكاجات في النهار وفي القايلة السيد يبركي ومخو راحته ومخو وقته يفك في التليفون قدام الناس والكراب في أمبوتياج في القايلة مراد صحيح هو على أثر تداول